إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أولا تنمحمدي الله تبارك وتعالى وفضل ياك سبحانه ونعم ياك سبحانه وتعالى. ألا دم تجاليتك وإسلام، ألا دم تجاليتك واتو السنة، ألا دم تفتي عافية نصيحة نأماني، نليو دم تفتي أي فرصة يكسالي كتك أي مصلى وعيد صلاة العيد، تكو كتك سلامة، تكو كتك عافية، تكو كتك صحة، يوتني فضل يا الله تبارك وتعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، الحمد لله على كل حال. إخواني، إذ نعمة زوت زنة كانك الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، أكون نعمة إسبقين تكانك الله تبارك وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وادعوك مشكور الله، الله توازيد شيء سبحانه، نواك مكفور الله لسبب زيز نعم كوندوك كتكواد يا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. أما نعمة الله تبارك وتعالى انت كانوا يحدثيه امجا إلى نعمة الله سبحانه وتعالى مكفتيه، انت كانوا يحدثيه نو يشكوره نو امتادي الله سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل أكو زيدشيه نايوك باركا نانياك نخير سبحانه وتعالى. يعني واجه الله كتك نعمة الله سبحانه وتعالى نيسيكو أمباني يوم عظيم، أمباني سيكو عيد، أمباني سمع عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدا. وهذا عيدنا، كلا قوم عيد ياو نسك ياو يفرها تستكون عيدياتو، أما إن عيد، أما إن عيد الأضحى، نكذلك عيد الفطر. إني وإسلام أما سما بلبل عليه الصلاة والسلام، حديث عقبة بن عامر كتك السنن، لنا صحيح إمام الوادي رحمه الله: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا، عيدنا أهل الإسلام سيكو يعرف يوم عرفة أمبان جانا، ويوم النحر أمبان لو سيكو يكومي، ويوم التشريق نسيكو تاتو أمبان زجازو كوانزيا كيشو، عيدنا دو عيد زيتو أهل الإسلام. إني وإسلام إني وعيد زينو أمبان نتكانا من مشكور الله تبارك وتعالى كتكيزي أعياد نمنا يتمية كطاعة الله نكو عبادة الله تبارك وتعالى. أيها الإسلام، يسكو يا لو نسكو عظيم، يسكو يا لو من أعظم أيام الدنيا. نقول حديث: أعظم أيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القرن. أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى سكو كبوة نسكو بارة بل الله تبارك وتعالى نسكو يوم أمباين يوم النحر يسكو يكو تشينجا كيشا يوم القرن أمباين كيشو تاركو من موجة هذي نسكو أمباين كبوة بل الله تبارك وتعالى. إني واجه والله جوما ندوغزيت حجاج يسكو يكومي ليو نفني عبادات أسيبوه ونتوى كتك ماشو الحرام وكاوندوكا وكاينده كفاني عبادة يرمي الجمرة العقبة كتوفا جيوه سابا كشبادة ياك كتشينجا النهر كشبادة ياك كنيوة أو كبنغوزة كشبادة ياك نعم كفاني طواف ambaye inaitwa tawaful ifada. Na sisi huku sisi sehemu nyingine huku tunafanya al-adhahi na tunachinja, na alikuwa anachinja alayhi salatu wasalam. Vile imekuja hadithi Anas sahihi anna an-nabiy sallama ka
كان يضحي بكمشين، كان سلم يضحي بكمشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي رواية يذبحهما بيده صلوات ربي وسلامه عليه. متوما لكوانجا نتشنجا صلوات ربي وسلامه عليه. نالو سيكو يكو تشنجا نام ولي أمبال لكم الجزوية كتونيو نيلي ناكوتو كاتا مكوشا بعد يكو تشنجا ونرخصة يكو نيو نيلي ناكو كاتا مكوشا نسكولي أمبال وتشنجا وتنيو نيلي ناوتا كاتا مكوشا. سواء نيليو واتو نتشنجا أو كيشو كتوا أو إذا سكوتاتو زينفاتيا بعد عيد أيام التشريق زوت نسيكو زا كتشنجا. يولي أميكوسا كتشنجا ليو أنا إذا كتشنجا كيشو سيكو يكومي نموجا كذلك سيكو يكومي نمبيلي كذلك سيكو يكومي نتاتو ليو نسيكو تاتو زفتازو سيكو ن يوتي ونفرصة يا كتشنجا نوكاتي ومماليزا كتشنجا ديو نانيو نيولي نام نكذلك ونكاتا مكوشا يون ديالي أمبايو إنفاهم إسلام وجوه كسابة مسيما عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلام عليه. إذا رأيتم هلال ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. حديث يوم السلام عند مسلم يلاقي بكونا موازي وذو الحجة إما إنجيا نموجيون وأنتك كتشنجا بس يا سنيو نيولي ناسكات كتشا نعم أما بعد يا كتشنجا يا عبد الله انت كان ونيوي نوكات ما كتشا نعم نكذلك كتشنجا هي إخواني في الله وأحبتي في الله نبعد يا تصلي صلاة العيد. أما سمع عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. أنا سمع السلام من ذبح قبل الصلاة من يوم تشنج قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها تشنج بوزنجين ومن لم يكن ذبح نقول أما أجا تشنج فليذبح على اسم الله وكتنا تشنج ونسوى بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك فتقبل مني ونتاجى أضحي نياكو نقول الله عز وجل أكو كبليه يا لواجب نكسم بسم الله وكتنا تشنج يا عبد الله نعم. نكذلك يسكو نتوانزي جانا واتو اليانزة تكبيرات كم تاجى الله تبارك وتعالى. إخواني في الله سكو يكيشو نيتو يوم القرن نايزي سكوتاتي نايتو أيام التشريق نايتو كذلك أيام مينة وسبب ما حجاج ما ندقوزاتو أما ونفني عبادة حج الله وحفاني نفاك وماليز عبادة والسلامة عبادة عظيمة ركن من أركان الإسلام ونتكليز إيزي عبادات إيزي ما سيكو نايتو إيو سيكو أنزيا كيشو نايتو أيام التشريق كذلك نايتو أيام مينة سيكو يكومي نموجة كتكدو الحجة إنايتو يوم القر بونا إنايتو يوم القر كسابو ما حجاج ونكا كتكمينة ناكونا كتوكا كتكمينة والمبيت بمينة حكم ياكي لواجب من واجبات يا حج. كذلك إخواني في الله سيكو يكومي نمبيلي إنايتو يوم النفر الأول وحجاج ونتوكا ونانتا كتوكا لكن قبل الغروب سيكو يكومي نمبيلي كتكدو الحجة أمباي نكيشا كتوى نولي أمباي تماليزيا نبورا أمباي نسيكو يكومي نتاتو كتكدو الحجة إنايتو يوم النفر الثاني. تكنا أفهم هذيو إخواني في الله واتو أنا توفى جيوه أمباي نيشيرين نموجا يوسيكو يكومي نموجا دو الحجة كذلك كومي نمبيلي نمتو أمباي تماليزيا كومي نتاتو أنا توفى جيوه أمباي نيشيرين نموجا دوالا كسيم أذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم واتو نفانيا هizo بعد siku ya Eid na siku mbili anayetupa jiwe zake anaweza ondoka akatoka Mina au barakallahu fikum akamalizia siku ya 13. Hizo ndio ibadat na taati napatikana kule na sisi hapa tunaendelea na takbirat na kumtaja Allah tabarak wa taala. Na hii siku ya Eid ni haram kufunga siku ya leo haifai kufunga vile imekuja hadithi ya Abu Huraira كذلك hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri كذلك hadithi ya Aisha كذلك hadithi ya Umar radiyallahu anhum. Mtume sallam anasema anna sallam naha an sawmi yawmayn yawm al-fitr wa yawm al-adha. Mtume anaharamisha kufunga saum siku mbili yawm hi Eid ambayo ni Eid al-Adha كذلك Eid al-fitr usifunge ya Abdullah. Hizi ni masiku ya kukula na kukunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala. نعم كذلك سكوتاتو زفتازو أيام التشريق نحرام كفنادي حرام كفنغ حرام
وحديث ما تلتدي عقبة بن عامر يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا عيدنا على الإسلام عيدنا على الإسلام وهن أيام أكل وشرب وذكر لله إذا نسيكو يككولا سيكو يككونيوا نسيكو يكمتاجا الله تبارك وتعالى سيكو يكولا سيكو يكونيوا na siku ya kumtaja Allah tabarak wa taala kwa sababu takbirati inaendelea paka siku ya misho ya ayamu tashriq hasa hizo ni siku ya kula na siku ya kunywa na siku ya kumtaja Allah azza wa jal fi hadith katika muslim ya nugaisha al-hudari radiyallahu anhu sallam amesema ayamu tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikri lillah ayamu tashriq ni siku ya kukula na siku ya kukunywa na siku ya kumtaja Allah tabarak wa taala kama ulikuwa na saum ya kufunga halamisi hii halamisi usifunge kama ulikuwa na saum ya Daud ya kufunga siku moja na kuacha siku moja usifunge na hizi masiku ni haram siku ya Eid imekuja Ijumaa hata mwenye wako na deni halipi wala kafara hafungi katika hizi masiku na akifunga saum yake ni batil saumu yake ni batil haitasihi sasa ikhwani fillah hii yote ni adilla ya kuonesha hii ni ayam hizi masiku ya farah wa surur na kumdhukuru Allah tabaraka wa taala na kumtaja Allah azza wa jalla na msiwache takbirat hawa watu ambao tunafanya takbirat huko msikitini hii ni khata unafanya takbirat ukikuwa unaendesha gari unafanya takbirat ukikuwa ndani ya nyumba yako unafanya takbirat ukipika ukifua ukivuna ukifanya chochote ukitembea barabarani hizi masiku ni kumdhukuru Allah azza wa jalla na takbirat wanaume wanaunua na mabarabarani na njiani hiyo ndio alikuwa anafanya masahaba ridwanullahi alayhim na salafu na salih tusiwache kumtaja Allah azza wa jalla wala dhikrullahi akbar ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila kadhalika leo ni katika ile masiku 10 za bora na khair ambayo amesema alislam ma min ayamin al'amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam qala wala al-jihad fi sabilillah قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء katika siku pia leo watu watagafilikiwa hii pia ni katika iten hii inaingia katika ile siku 10 ambaye amal usalih inampendeza Allah tبارك وتعالى tuendeleeni amal usalih tuendeleeni na ibadat tuendeleeni na taat wale ambao walikonga wanafanya ibada ya qiyamul layl sasa usiwache qiyamul layl wala walikuwa wanafanya adhkar usiwache adhkar wala walikuwa wanasoma qur'an usiwache qur'an wala walikuwa wanafanya اذكار وسواك اذكار ولا لو كان في صله الرحم مزوري كو مزازي واكه بابا yake mama yake aendele daizi masiku alayhi salatu wasalam alitoa khutbah siku ya arafa mnajua kadhalika يوم النحر na kadhalika katika ayamu tashriq na kitu ambacho salam alikuwa anasema alayhi salatu wasalam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha kumaga madam katika ashrul hurum ni haram kuvunja ardhi kumaga damu kupora mali ni haram sasa hivi tunapatia tambii yule ambaye anataka kutoka katika msalla wa aende kuzini amuogope Allah tabarak wa taala kama umepanga plan ya kufanya mafia na kumshirikisha Allah au kufanya bila au kuzini au leo ukeshe katika maklub kulewa au kutumia madawa za mihadara kama sigara miraa na mfano yake eti ni siku za furaha naam ni siku ya furaha inna likulli qaumin eida wa hada eiduna yawmun na yawm arafa wa yawmun nahr wa yawm tashriq eiduna ahlul islam lakini eidi naam عيد يتمك كتك معصي يا الله سبحانه وتعالى عيد يتمك كتك معصي يا الله هاي يتمك كتك شركي هاي يتمك كتك بدا هاي يتمك كتك كسكيزا ميزيكي هاي يتمك كتك أولاذي سيسي وإسلام هاتو تشزي سيكو زيتو كتك معاصي الله تبارك وتعالى أني وإسلام تمني زي سيكو قطاع الرحمن وعبادة يا الله تكوين بالي نمعصي يا الله سبحانه وتعالى كويزي ما سيكو نمفانو زاك تمتيني الله عز وجل كذلك أني وأنا naume msala walikuwa anapatiana nasiha katika siku kama hizi watu wakuwa wanatekeleza haki za wake zao anasema alayhi salatu wasalam ittaqullaha fi an-nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahun bi kalimatillah wale ambao wanatesa wamama wanalia usiku na mchana anampiga anamtesa anamnyima haki yake anamfanyia maisha inakuwa magumu inshallah subhana ittaqullaha ay rijal ittaqullaha fi an-nisa fa innakum
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكتل أمطان يمباني ولكونا مبمبلازا ونمومية تكتوزا تكوانجليا نكوبيندا ويدوني مكوشاقوا ويدو كذا كذا وكتل مفكا بكم كواكو ومبيغا ومتسا ومدللشا ومنيم حقياك موقفي الله تبارك وتعالى كتكاوى نواك ني أمانا لالله تطوليزا سبحانه وتعالى تسفنيا معاشر مبايا وعاشرهن بالمعروف إشي نواك زانو أني ونومي كو خير نوالي ونواك أنجاليالي حقي بلا زيلا ونومي زانو مسفنيا ضياع كتك حقي ونومي زانو الله تطوليزا أي ممرات صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ودخل الجنة من أي أبواب الجنة شيت ونمكي أن بعد تصالي سلطانه أتفنق مويزيوك ورمضان أتمتيم مواك أتيفاد تبوياك اسبقوكم مواك وحلال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إفادين تفزانه مصفاني كتكو حرام ونمكي أتيتكليزا كويز vitu ni sababu ya kuingia janna sababu ya kuingia janna ya Allah tabarak wa taala tunahusiana hizi ndio nasaih ambaye alikuwa anatoa alayhi salatu wasalam na tuendelee na ibada wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin tufanya ibada paka tukufe sio ibada ya leo na kesho hii siku tisa watu walijitahidi katika siyam katika qiraa al-quran baada hizi siku leo watu wanavunja ile ambayo walikuwa wamefanya yote ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا بعد اقفن عمل الزخير وسيبونج فونج نوكي بطلشا نشركي نمعاصي نموف ولفن خير ولفن طاع ولفن عبادة جانا وينجي ولفنج عرفة وتولسما قرآن وتولفن ذكري وتولفن طاعات جانا وتولكاشا إلى غير ذلك تطاع لو تمليزا إلى عمليوت ولفن خير ونبيجا ميجو ونيكنا جيوت ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسه تثبت ليش اعمال غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارع ما زرعوا ان احسنوا احسنوا لانفسهم وان اساءوا فبئس ما صنعوا غدا سك قيامه توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارع ما زرعوا ان احسنوا احسنوا لانفسهم وان اساءوا فبئس ما صنعوا كش watu watavuna yale walipanda duniani kama ni khair utapata khair kama ni shari ulikuwa unafanya katika duniani utapata shari ya abdallah يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كشوات وتلبوا يا لأنبوا لكونا فانيا أتيبطانا خير أشكر الله عز وجل أكفت كتابيك تيامكونا يا كلية أكفت صغاف كسلام ميزانيك ككون زيتو أكا إنجي جنة الله فليحمد الله ومن وجد غير ذلك أتيبطي كتابيك تيامكونا يا كشوتو أكفت أسير يا الله عز وجل أشين كفت صغاف أينجي موتو يا الله فلا يلومن إلا نفسه أتلوم اسمكو نفسيك تجي تايرين عبادنا طاعة نايسك kutuendelee na furaha na khairi na kumdhukuru Allah kuvalisha watoto vizuri sionye kuvaa vizuri kukula na kukunywa na tunaomba Allah azza wa jalla bimanihi wa karamihi wajudi wa ihsani atukubalie yale yote ambayo tulifanya katika khairat na taat na hala tufishe juu ya Uislamu na hala tufishe juu ya sunna Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibaa warina albatila batila warzuqna tinaba warina albatila batila warzuqna tinaba Allahumma izza alislam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.